بسم الله الرحمن الرحيم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الطيبات من الرزق وقبل أن نبدأ نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحصة إن شاء الله المباركة نتكلموا على خضرة جديدة على أكلة جديدة ماكلة جديدة وهي الشمندر البيتخاف الشمندر معروف عند الخاص والعام الشمندر صاحب اللون الأحمر الداكن المائل إلى الإسودات هذا اللون هذا علاش هذا الشمندر باش نفهمه أهمية الخضر الخضر اللي جينا ذات اللون الأحمر أو البرتقالي أو الأحمر المائل إلى السواد يعني تكون يعني يكون لون داكن داكن شوية زيادة فنشوف أن البيت خاف. من هذه المواد علاش لان المضادات الاكسده المواد التي يحتوي عليها وهي اهم شيء متواجده فيها المواد اللي تمدلوا هذا اللون هذا له هذا اللون هذا يعني نشوفوا حتى بعض الناس اللي كياكلوا كي البيتراف حتى ان ان حوايجهم او الطفل ياكل خاصه اذا كان لابس الابيض نشوفوا يجينا كامل احمر كأنه يعني رايحه الى لون الدم كانه اصيب يعني بنزيف او جرح فهذا اللون هذا هذا اللون هذا هو اهم شيء متواجد في هذه الخضره هذه اللي هي الشمندر هذا اللون مدته له المضادات الاكسده ان البطاقه هذا غني فيه نسبه عاليه جدا من مضادات الاكسده نقدر نقول لكم بالك القليل والقليل الذي يضاهيه ويوصلوا في يعني من الخضر يوصلوا تكون عنده نفس القيمه من مضادات الاكسده لكن الشيء المهم هنا اللي لازم نتكلموا عليه يعني يحمل الكثير من الاشياء الاخرى كيفاش ناكلوا هذه المواد اللي تحمل هذه النسبه وهذه المضادات الاكسده النافعه واللي يحتاجها الجسم تاعنا والماده الاوليه للجهاز المناعي تاعنا باش يقاوم بها باش يدافع بها هذا هو سلاح نتاع الجسم تاعنا هذا هو سلاح نتاع الصحه تاعنا هذا هو سلاح نتاع المناعه تاعنا هذه مضادات الاكسده كيفاش نلحقوها كاملة سليمة من غير يعني ضرر من غير تلف للجسم تاعنا أولا مضادة الأكسدة هذه قاعدة مضادة الأكسدة تدمر عن طريق الحرارة إلا ذكرتها ونعاودها إلا شيء واحد على مستوى الطماطم مضادات الاكسده اللي تمد لها اللون الاحمر على مستوى الطماطم لما نطبخوا الطماطم نديروا نديروا بيوري طومات يعني نطبخوها ومن بعد ومن بالخلاط نديروا بيوري اللي هنا الطماطم الماده الوحيده الماده الوحيده التي اذا عرضناها للحراره تضاعفت تضاعفت النسبة فيها تتضاعف النسبة في الطماطم إلى 21 مرة يعني شيء كبير جدا، كبير جدا، نسبة عالية جدا، لكن الطماطم كي نقولوا نعرضوها للحرارة، نطيبوها، ماشي معناتها درجة الحرارة يعني 100 وزيادة، على نار هادئة جدا، نحطوها نقطعوها، نحطوها مثلا في الطنجرة ديالها، في الطنجرة، نديروها على نار هادئة، نخلوها تطبخ بالعقل. فهذه المضادات الاكسده المتواجده في الطماطم هي رائحه يعني تتضاعف نشوفوا نفس المواد نصيبها متواجده في الدلاع لكن الدلاع اذا عرضناه للسخانه لو مثلا نطيب الدلاع نعرضه للحراره سوف تتلف مضادات الاكسده المتواجده في الدلاع ربي لها خاصيه للطماطم فاذا درنا بيوري طومات المنفعه تكون اكبر واعظم لكن ليس هذا ليس نفس الشيء بالنسبه لكل الخضر او الفواكه عندنا البنجر او عندنا الشمندر قدامنا الشمندر اذا كان طيبناه سوف نتلف الكثير من المنافع نتاعو فلهذا مليح ان الانسان يشل يشل الشمندر ومن بعد يقطعوا يقطعوا وياخذوا وشيء اخر ايضا نشوفوا باللي يعني هذا الوريقات نتاعو نتاع الشمندر الوريقات مليح ان حبه الشمندر تكون بالاوراق تاعها الاوراق تاعها تحمل فوائد كبيره جدا يعني فوائد فيتامين سي فيتامين ا يعني ارماده من الفيتامينات وارماده من المعادن كذلك بالنسبة لمضادة الأكسدة فهي تحمل نسبة عالية جدا فهذه الأوراق هذه الأوراق نتاع منظر نشلوها ونديروها سلطة نخلطوها مثلا مع دورات ورق نخلطوها مع الخس نخلطوها مع بعض الأشياء الأخرى بعض الخضروات الأخرى حتى يعني نتحصلوا على سلطة رائعة مزيج من الخضار سلطة جاردينيير تكون رائعة وكذلك يعني حتى الطعم تاعها يكون مليح خاصة هنا نفكروا بالنسبة للأطفال الإنسان كي يكون عاقل يكون كبير، مليح ان الغذاء تاعو يكون بعين العقل، يعني لما يشوف حاجه حتى وان الطعم تاعها متغير شويه ماشي بنينه بزاف، لكن الفائده والراهي الفائده فيما تحتوي عليه هذه المواد. الشمندر قلت يحتوي على نسبه معتبره من مضادات الاكسده لا نتلفها. الشيء الثاني كيفاش ممكن نخدوه ايضا ممكن نديرو عصير نتاع الشمندر لهنا بالنسبه للعصير نتاع الشمندر نحكموا حبه تاع الشمندر شلوها مليح نسكرف جوها لما نسكرف جوها نحطوها في الخلاط لا ضير اننا نضيف مثلا مثلا الناس اللي عندهم مثلا عندهم دي دياري يديروا دي دياري عندهم اسهال يعني لطونزي تاعهم فيه شويه مشاكل بالنسبه للشمندر ملين يمشي الكرش مليح ممكن جدا يدير يعني حتى يدير اسهال اللي هنا واش نسجو مع الشمنظر ممكن نديروا مثلا الجزر نسكر في شوية نتاع الجزر فالجزر كذلك يحمل نسبه معتبره من مضادة الاكسده نديروا هذا المزيج نحطوه في الخلاط الشمنظر ما نحطوش قطعة كبيره في الخلاط لاننا راح نكسر الخلاط ففيه الياف قويه جدا فيه الياف قويه جدا تقدر تكسر لنا يعني الشفره نتاع الخلاط فالشمندر نسكرفجوه، نخلطوه مع شويه جزر مسكرفج، نميكسيوه حتى نميكسيوه ونشوفوا معروف أن كذلك الجزر عنده حلاوة، فيه سكر، فيه نسبة من السكر يعطي طعم رائع جدا حلو، مكان له نضيفه السكر الأبيض أو المكرر، نعطوه نقدمه بشكل شكل عصير للأطفال تاعنا ونشربه حنايا، ففيه فائدة كبيرة جدا. الشمندر هذا كذلك إضافة إلى مضادات الأكسدة يحمل نسبة معتبرة من فيتامين سي، فيتامين ألف، فيتامين ألف كذلك فيتامين ك كذلك يعني بعض الفيتامينات الأخرى المهمة من عائلة بي فيتامين بي يحمد يحمل كذلك لا آه يعني لاسيد فوليك فهاد المادة هذه يعني نشوفوا باللي راهي شوية الكثير من المواد يعني تفتقر ما بالزاف، بزاف فقيرة منها فالشمندر فيه نسبة معتبره وممكن يعني نستفادوا منها خاصه بالنسبه للنساء الحوامل كي يحملون مليح ياكلوا الشمندر ياكلوا كذلك مع الجزر ايضا باش ما يكونش عندهم إسهال كذلك الجزر يحمل كذلك على نسبه معتبره من الفيتامين بي ناف فنشوفوا ان هذه المواد لما ناكلوها يعني تحسن خاصه المراه المراه الحامل تحسن نمو الطفل هذا هو بطن امه كذلك بالنسبه للاطفال تاعنا كذلك حنايا كبار ماشي معناتها يعني توقف النمو تاعنا ما نحتاجوش هذه المواد فهذه المواد هي اللبنات الاساسيه لاعاده الترميم والبناء للجسم تاعنا، فالجسم تاعنا في حاله دائمه لا متناهيه من عمليه الهدم والبناء. لو توقفت هذه العمليه لتوقفت الحياه عندنا. كذلك يعني نشوفه يحمل كذلك نسبه معتبره من المانيزيوم من المنغنيز من الكالسيوم من الفوسفور من البوتاسيوم ايضا نسبه معتبره جدا من البوتاسيوم بالنسبه يعني وهذه المواد هذه مجتمعه متكامله تعطي راحه للدماغ تعنا كذلك تعطي راحه للعضلات تعنا كذلك تدخل في بناء العظام تعنا الناس ياكلوا مثلا البيتراف او الشمندر هذا بطريقه منتظمه يعني ها وش رايح يكون بطريقه منتظمه يعني يتجنبوا لوستيو بوغوس اللي هي هشاشه العظام يتجنبوا هشاشه العظام لكن لما نقولوا كلام كيما هذا ماشي معناتها ناكلوه 24 ساعه على 24 ساعه ومعنى ثاني نستغني على كل الماكولات الاخرى الا مليح تكون كلها مأكولات طبيعية وهي ترمم بعضها وهي تكمل بعضها البعض بحيث تعطي المادة الأولية للجسم تاعنا، والجسم تاعنا لما يجد المادة الأولية هو اللي يقوم بعملية الترميم، هو يعرف واش يدير، فربي مدله هاد الطاقة الحيوية، الطاقة الذكية الداخلية هو يعرف واش يبني. فيه نقطة مهمة جدا بالنسبة للشمندر الناس اللي عندهم مرض النقرس اللي عندهم مرض نقرس ننصحهم باش يتجنبوا الشمندر فاكل عمليه اكل الشمندر او نتاج عمليه هضم لديش تاع الشمندر نتاج عمليه هضم الشمندر سوف يعني يشوفوا بان لاسيدوريك يعني حمض اليوريك راح يرتفع عندهم وهذا يزيد يسبب لهم شويه بعض الالام فلهذا لهذا الناس اللي عندهم مرض النقرس اللي يديروا حميه غذائيه يعني لازم يديروا حملة حمية غذائية لأن الكثير يظن باللي غير اللحوم المادة الحيوانية هي اللي طلع هذا النوع من الحموضة هذا النوع من الحموضة يعني لهنايا النقرس هذا كذلك يقدر الناس اللي عندهم مشكلة يعني نقول عندهم مشكل نتاع عن النقرس الناس اللي عندهم يجنبوا فأكل الشمندر سوف يرفع من حمض اليوريك ويزيد الطين بلا بل ويزيد لهم فيه الالتهابات بالنسبة للشمندر أيضا يحمل نسبة كذلك معتبرة من الحديد فالناس اللي عندهم أنيميا يعني اللي عندهم أنيميا أكل الشمندر يساهم كذلك في إنتاج مادة الهيموغلوبين يعني ديموغلوبين دي كارونسي يعني في يأخذ ياخد الشمندر خاصة إذا كان خدينا الشمندر ممزوج بعصير عشبة القمح فكأنك تشرب مادة الهيموغلوبين مباشرة كذلك الشمندر يعني ممكن نستعملوا بعض المواد يعني نضيفوا له بعض المواد نديروا مثلا الشمندر نسكلف جوه, جوه نضيفوا له شويه نتاع تاع موز ولا لا مونك واش كان حاضر نضيفوا له شويه تعموز طايب نضيفوا له نديروا له ماء مقطر في الخلاط ناخذوا العصير تاعه العصير تاعه نعصروه العصير تاعه نديروه لفروه الراس ديروه لفروه الراس، نشلوا به فروه الراس تاعنا، الناس اللي عندهم القشره، الناس اللي عندهم القشره يشوفوا بان القشره راح تختفي في بضعه ايام، مليح اللي يدير هذا الغسيل او او لو ماسك هذا نقدروا نسميوه ماسك، اللي يديروا يعني نشوفوا القشره تختفي، لكن مليح في نفس الوقت انه ياخذ هذا الشمندر علاش لان الشمندر من افضل المنقيات كذلك للكبد وتنقيه الكبد تعطينا صوره على فروه الراس فتختفي ايضا هذه تساهم في العمليه تساهم في عمليه اختفاء وزوال هذه القشره كذلك بالنسبه للشمندر من اروع المنقيات كذلك نتاع الكلى منقيه تاع الكلى منقي رائع جدا للكلى الناس اللي يديروا حميه كذلك اللي عندهم كذلك حميه باش يحب عنده الحصوات نتاع الكيلة عنده حصوات الكلى ممكن ادخال الشمنظر، لكن حصوات الكلى مليح ان الشمنظر لما ناخذوه مثلا في سلطه، مليح نكثر عليه نديروا عليه نسبة معتبرة من الليمون، نسبة معتبرة من الليمون، فهذا الأكلة وهذه السلطة تكون ناجعة جدا في تفتيت حصى الكلى، في تفتيت حصى الكلى لكن بالنسبه لحصى المراره عمليه اذابه حصى المراره لما ناكلوا الشمندر ينقي الكبد كذلك يساعد في اذابه حصى المراره لكن لهنا واش نديروا الشمندر نرابيوه نزيدوا له نسبه معتبره من زيت الزيتون زيت الزيتون مليح يكون يعني نوعيه جيده كذلك نعصروا له الليمون نعصروا الليمون فهذه سلطه رائعه جدا في عمليه اذابه الدهون، الدهون من الكبد وكذلك إذابة حصوات المرارة، لكن بالنسبة لحصوات المرارة مليح أن الإنسان دوما يبقى على اتصال بالطبيب لأن في عملية إذابة حصى المرارة كان خطر على الشخص هذاك، خطر يعني ممكن أن هذا الحصى يعني تمجري الكبد أو البنكرياس فتشكل خطر على صاحب هذه الحصوات، والأفضل أن الإنسان لما يأخذها السلطة يبعد عليه هذه آه هذا النوع من الحصى وان شاء الله نكون يعني آه قدمنا لكم آه تعريفة رائعة جدا بالشمندر وإن شاء الله تكونوا استفدتوا ونشوفكم في حصة أخرى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته